السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مشروع وفيرة. اليوم غادي نتعرفوا على شنو هما الصفات أو الميزات اللي خاصهم يكونوا عند المقاولة الناجحة. ألو كريمة، معك رشيدة، كي دايرة؟ لاباس؟ ألو رشيدة، لاباس أختي؟ الحمد لله، وانتي كي دايرة؟ مغبور هادي شحال هذا ما هضرنا. عندك الصح، عرفتي البارح جبتك بنت خويا سولتني كيفاش نجحت المشروع ديالي الصغير، وتفكرت داكشي اللي دوزنا انا وياك. في الاول كانت عندنا غير الفكره اللي واضحه وكنا تالفين وما عارفينش باش نبداو، ودابا الحمد لله شوفي فين وصلنا. والله الا بصح، حتى انا كنبقى نقول مع راسي كي درنا لهادشي. ايوا اختي، اللي خلانا ننجحوا في المشاريع ديالنا هما الخدمه والمعقول والصبر. المقاولين الناجحين هما اللي كيقدروا يتخطاو الصعوبات وكيزيدوا للقدام واخا كاينين المشاكل والعراقيل بلا قياس. بصح لقينا بزاف ديال المشاكل في طريقنا، ولكن ما عمرنا هبطنا يدينا ومشينا دقينا على المؤسسات والجمعيات وعطاونا النصائح والمساعده واستفدنا منهم بزاف. وفين ما سمعنا كاين شي تكوين ولا اجتماع كنا كنمشيو، وما عمرنا حشمنا نطلبوا المساعده من العائله والصحاب ومن الناس اللي كنعرفوهم. كاينه، كنا كنخططوا وكنبدعوا باش نلقاو الحلول للمشاكل اللي لقينا. عندك الصح اختي، بحال هذيك المره اللي فكرتي تخدمي بمواد قديمه ومستعمله وتعاودي تستعمليها باش تطيح عليك السلعه رخيصه شويه. وديك المره فاش بالينا نخدموا المعارف ديالنا والمجموعات ديال الواتساب باش نهضروا على المنتوجات ديالنا، داك الشيء اللي خلانا نبيعوا اكثر، وصلنا حتى للناس ديال الدار البيضاء اللي شراو من عندنا. عقلتي، شحال من مره كنا خايفين نديروا شي حوايج ولكن عمرنا ما رجعنا للور. في الحقيقه خاطرنا في شي حوايج ولكن فكرنا فيها قبل، جمعنا المعلومات، خدينا الوقت باش نفهموا شنو محتاجين الكليان، شفنا شنو كيديروا المنافسين ديالنا، واش يمكن نكبروا غير بالبيع في الدواور اللي حدانا ولا خاصنا نشوفوا حتى المدن البعيده. هادشي كله درناه تبارك الله علينا. بالنسبه ليا اللي مهم هو كانت عندنا اهداف وكنا عارفين راسنا فين باغيين نوصلوا، ومن بعد بقينا متبعين الاهداف اللي حطينا باش نشوفوا فين وصلنا. وشحال من مره لقينا راسنا ما مشيناش في الطريق الصحيحه وبدلنا شحال من حاجه، حيت راه ماشي مشكل نغلطوا، كلشي كيغلط، خاصنا غير نصلحوا الغلط ديالنا ونمشيو في الطريق الصحيحه. ايوا نتمنى تكوني شرحتي هادشي لبنت خوك. قلتها ليها وقلت ليها باللي المقاولين الناجحين هما اللي كيصبروا الى فشلوا ويعاودوا ينوضوا من بعد الفشل وكيتعلموا من الاغلاط ديالهم. عندك الصح، والعيالات المقاولات خاصهم ديما يبقوا على اتصال بيناتهم باش يبقوا على بال ويعرفوا شنو واقع ويشجعوا بعضياتهم. والواحد ما يحسش براسه عاوتاني بوحده الا وقفت شي وحده على شي حاجه، ضروري ما تلقى اللي يعاونها كما كنا كنديروا انا وياك. ايه الكلام معك زوين وفكرتيني في داك الشيء اللي دوزنا. ايوا عقلتي ملي الله بدينا المشروع وكنا باغيين نعاونوا راسنا والعائلات ديالنا واتكلنا على الله، ومع المدة تعلمنا بزاف ديال الحوايج، كيفاش خاصنا نخدمو باش نوصلو للأهداف ديالنا من ناحية الجودة وشحال غنبيعو وكيفاش نرضيو الكليان ديالنا، وهادشي راه خلانا نزيدو نتيقو في راسنا. أيه، ودابا خصنا نعطيو الثقة لبناتنا وبنات العائلة ديالنا باش يعرفوا بأنهم يقدروا ينجحوا كمقاولات. ضروري أختي نصحوهم ونشجعوهم. إيوا يلا نخليك دابا وتهلاي في راسك. سمعنا صفات المقاولات الناجحات، وانتوما شنو هما الصفات اللي عندكم وشنو هما الصفات اللي خاصكم تطوروهم باش تنجحوا في المشاريع ديالكم؟